مارك برتشيانو الان لاعب الاستراليا ايضا اللي على التنفيذ كرة اللعب خطر الوسط وصانع العاب ومثل العديد ايضا من الانديه الايطاليه كانديه انبولي بارمو باليرمو يسجل اول الاهداف في هذه المباراه تحت انظار عبد الوهاب عبد القادر النصر يتقدم بهدف مقابل لا شيء عند الدقيقه الخامسه عن طريق اللاعب مارك بريتشيانو. الله 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 يا محلاها يا محلاها بالفعل على طول في المرمى واول الاهداف الحلوة لابد أن نتحدث عنها.